للمزيد حول آخر تطورات تفشي فيروس كورونا في العراق وفشل الحكومة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحد من تفشي الوباء، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعوي. سيد حسين، بداية مرحبا بك. أعداد الوفيات تتزايد في العراق بسبب فيروس كورونا بالتزامن مع تزايد أعداد المصابين. اليوم أرسلت الحكومة تعزيزات عسكرية إلى مدينة الصدر، كيف يمكن أن يواجه الصدر أنصاره بعد فتواه بوجوب زيارة المراقد متجاهلا خطورة الفيروس؟ والله هذا القصة يعني المشكلة، رجال الدين خصوصا وأصبحوا يعني يشكلون كأنهم دولة عميقة داخل الدولة، وأصبح يعني تصرفاتهم غير مقبولة لا صحيا ولا قانونيا ولا سياسيا. أنا لا يعني أفهم كيف لرجل دين يسمح بالتجمع بمئات الآلاف أو عشرات الآلاف بخصوص زيارة، ولا يعني يعطي أذن صاغية لإرشادات الأطباء ومنظمة الصحة العالمية وجميع العالم. حقيقة دول يعرضون العراق لخطر، والعراق لحد الآن هو يعني حتى منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنه غير شفاف في طرح أعداد المصابين والوفيات، يعني ما زال يعني غير واضح وغير شفافين. في لأنه لاحظنا بعض الدول الأجنبية لديها وفق الأرقام أنه لديها هي أكثر من العراق، لكن تسحب رعاياها من العراق. هذا دليل على عدم الشفافية في البيانات وفي الأرقام التي تطرح من قبل خلية الأزمة. تتوقع ربما يعني أن تقوم بنفس الفعل ونفس الإجراءات ميليشيا الصدر واجهت القوات الأمنية بغية إتمام مراسيم زيارة المراقد فيما مضى، يعني في الأيام المضت، كيف يمكن أن تواجه القوات العسكرية أو تتوقع ربما أن تواجه القوات العسكرية الآن أيضا للساعية بالطبع لضبط الإفلات الذي تسبب به فتوى الصدر وأخرجت الناس إلى الشوارع؟ هل تتوقع ذلك؟ نحن يعني بالعراق حقيقة غياب مفهوم الدولة وغياب مفهوم المهنية والمؤسساتية جعل من كل رجل دين لديه ميليشيا تتحكم في المنطقة التي هو ضمن سيطرته، وهذا حقيقة هو غياب مفهوم الدولة. اليوم العراق بدأ يعني شيئا فشيئا تتغلب وتتغول الميليشيات على مؤسسات الدولة السيادية وليس على مؤسسات الدولة الاعتيادية أو الثانوية. اليوم غياب مفهوم الدولة هو سبب المشكلة، وخاصة مع رجال الدين والمرجعيات الدينية وغيرها التي تخالف قرارات الدولة وقرارات منظمة الصحة العالمية وإلى آخره. فهو الأصل هي غياب مفهوم الدولة. فطبعا يواجهون القوات الأمنية، والقوات الأمنية قد تجد تقف متفرجة، ولاحظنا هناك خروقات أيضا داخل القوات الأمنية وتعاطف ويعني عدم المهنية وعدم الإلزام الناس. هذا ما يخص العراقيين في الداخل، يعني أيضا هناك عراقيون أيضا في الخارج، هناك عالقون، مئات العراقيين عالقون في مطارات حول العالم، وشاهدناهم في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا عرضناهم قبل قليل، يعني هم يعني هذه الفيديوهات قليلة بالنسبة لما موجود فعلا، يناشدون الحكومة في بغداد إعادتهم إلى العراق ولكن لا مجيب، الحنود يعني ليس هناك أي استجابة من قبل الحكومة. كيف تقرأ هذا التجاهل؟ هل هو فعلا تجاهل حكومي من حكومة بغداد لمواطنين عراقيين عالقين؟ يعني هي المشكلة بالعراق حقيقة هو ما موجود حكومة. اليوم الحكومة المستقيلة شغلة نفسها في كيفية بقائها وإدامتها للأزمة، ورئيس الوزراء المكلف مشغول في تشكيل الحكومة، والمصالح الناس ورعاية مصالح الناس جميعها معطلة. اليوم هذا حظر التجوال في العراق منذ شهر تقريبا، هو هذا حظر التجوال، لكن لم ينفذ على أرض الواقع. وكذلك بالنسبة للعالقين في الدول الأخرى، يعني ما يكلف شيء انه ارسال طائره لاي دوله موجود فيها الرعايه وتسحب هؤلاء، وهي ايضا يعني باجورهم او يقطعون تذاكر معقوله وفق الاسعار المعقوله، وليس يعني انه الدوله في هذه الفتره تستغل تواجد هؤلاء. من خلال انا سمعت انه احد الخطوط الجويه تطالب بتقريبا 800 دولار للتذكره الطائره الواحد للفرد الواحد للطائره، يعني هذا امر غير معقول وغير منطقي وغير مقبول ابدا. فالمشكلة في العراق عموما هو غياب الدوله ومؤسساتها، وتغول الميليشيات وتغول
رجال الدين على الدولة، وأصبحت حقيقة إحنا نعيش فوضى في فوضى في فوضى. هناك من يقول إن شركاء العملية السياسية مشغولون بالصراع على المناصب، يعني أين إذن الجهات التنفيذية؟ هي الجهات التنفيذية إحنا عندنا اليوم حكومة إرادة تشكيلة وحكومة مستقيلة، فبقية المؤسسات الدولة أيضا تنظر إلى هؤلاء وتكون النتيجة عكسية ونتائجها السلبية تعكس على واقع المجتمع العراقي. وبنفس الوقت أيضا لاحظ أن العراق وكأنه يعيش مجموعة كانتونات، يعني لا يوجد قرار مركزي بمثلا حظر التجوال على الجميع. تبدي أنه حظر التجوال عندما تتكلم خلاص لازم تتكلم عن بغداد، بينما المحافظين الأخر مختلفين معها في قضايا حظر التجوال وفتح حظر التجوال رفع الحظر. القصة أنه لا توجد مركزية، لا توجد يعني غياب الدولة. أنا أكرر هذا الكلام كثير لأنه اليوم بالعراق كأنما نعيش مجموعة كانتونات، رجالات دي كل من يسيطر على منطقة هو يعني كأنما هي ملك عقار له، وهكذا هو يقول عن هذه المدينة الصدرية. طيب حسين، الخارجية العراقية أعلنت في بيان لها أنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين العراقيين في الخارج، هل هذا أقصى ما يمكن أن تقدمه خارجية النظام في العراق؟ لا يمكن، هذا هو الأقصى يحتاج رعايتهم، وإلا ما هي قيمة وجود السفارات والقنصليات؟ أليس مهمتها أن تكون تتابع رعاياها والمقيمين في الدول الأخرى؟ وإلا يعني ما لا يمكن أن نكتفي بهذا البيان، هذا البيان استطيع أن أي صحفي أنه يدلي بمثل هذا البيان. يحتاج الأمر إلى رعاية هؤلاء المواطنين العراقيين في الخارج، وليس هذا هو الرقم، يعني الوفيات كثيرة والإصابات كثيرة، 4 ملايين مهجر عراقي فيهم 12 مصاب، لا يمكن هذا الكلام، لا يعقل أبدا، من يعقل مثل هذا الكلام؟ من 4 ملايين مهجر عراقي في تركيا وفي ألمانيا وهولندا والدول الأخرى يتكلم هذا الكلام، غير مقبول وغير معقول هذا الكلام، وعلى ماذا اعتمد؟ عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك.